تقع مدينة جيبور على حافة الصحراء في صحراء ثارة الهندية، وتسمى أيضا بمدينة الشمس بسبب العدد الكبير من الأيام المشمسة والرائعة التي تمر بها في نهاية كل عام، فهي موطن للقلاع الشهيرة والقصور والأضرحة والحدائق والبحيرات والأبراج، وهي مدينة مرجعية للسياحة. منذ تأسيسها قبل أكثر من 500 عام اكتسبت المدينة شهرة في صناعة النسيج ومحلات الآثاث الرائعة والمأكولات اللذيذة والبازارات الصاخبة، ولكن فوق كل ذلك لا ينسى الزوار اللون الأزرق الذي يغطي المنازل، مما يخلق بحرا أزرقا لذيذا من المناظر الطبيعية الهندية في الصحراء الهندية القاحلة. المشاهد، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.